بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه يوم 11/3/2022 ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا اسعار البقر العشر والوالد واللبن في سوق ابو المطامير النهارده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل. نتعرفوا باسمك؟ عصام علي الرغاي. عصام علي منين يا حاج عصام؟ من كوم الحنش. من كوم الحنش، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. كوم الحنش وتجاركم الحنش ذكر ولا انتهى؟ ايه يا عم الحاج؟ نتاع عمر قد ايه؟ عمر شهر. عمر شهر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. صباح الورد. صباح العسل. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بس بقول صل على النبي. كسرة حاجة؟ كسرة ستة يا عم الحاج. كسرة ستة. ولا فيها لبن قد ايه؟ لا خمسات وستات. خمسات وستات لبن يا جماعه. الله اكبر. الضر والحلبات بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. عامله كام الله وكيل؟ والله بيشتري ب 27.5. ب 27.5. طب الاسعار عامله ايه في السوق النهارده؟ والله الجو النهارده مريح شويه. مريح النهارده. انا سامع في انخفاض 1002. لا هو مش ياما يعني، بس هي 1000 ريال. هي 1000. اللهم صل على النبي. عامله كام قلت اخيرا؟ في 27.5 بيشتري والله. 27.5. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. خمسات لبن وران تايم. عمر قد ايه؟ شهر. عمر شهر. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم. طب معاك رقم تليفون عشان المشاهد عايز حاجه يتواصل معاه؟ 010 61 24 61 94. يعني موجود عندك مال من دي لحد عايز حاجه؟ موجود. اللي عايز حاجه تحت امره. يعني شغال في الوالد بس شغال ولا؟ في الوالد. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين جدا. بسم الله ما شاء الله. الوجوه الطيبه. صباح الخير يا عم الحاج. نتعرفوا باسمك؟ يا مرحبا. انا زايد طاهر العود. معلم زايد طاهر. منين يا عم زايد؟ من الثالثه منحل. من الثالثه منحل. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ورا ذكر ولا انت يا عم؟ نتاير. بسم الله ما شاء الله. انت حضرتك تاير ولا قلنا؟ تاجر. بسم الله يبارك لك يا حاج. نتاير. عمر قد ايه؟ عمره 15 يوم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على الماء. بقى قد ايه لبن يا معلم؟ عشرات. عشرات. الله اكبر يا جماعه. الضر والحلبات بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله يبارك لك يا معلم ويبارك للي هيشتري منك ان شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. عشرات لبن اهي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم. كسر حاجه؟ لا بقى قافله يعني. اللهم صل على النبي. الله وكيل. عامله كام يا عم الحاج؟ الله وكيل بتلعب ال 25. 25 يعني الاسعار حلوه النهارده ولا في انخفاض برضه؟ لا انخفاض. انخفاض في الاسعار. الله يبارك لك يا عم الحاج. الله خليه يرضى يا اخي. الله يرضى يا اخي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله ترضى. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. عامله 25 حاجه؟ 25 عشرات لبن. وعشرات لبن. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. يعني قبل كده كانت بتعمل كام يا حاج؟ كانت بتعمل 30000. كانت بتعمل 30000. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. 28 النهارده ب 25 يا جماعه. ايه اللهم صل على النبي على المال واصحاب المال النهارده. طب ممكن رقم تليفونه؟ 0100 55 45 17. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين يا معلمي. نهارك زي العسل. الله اكبر. صورت البنزين. بسم الله ما شاء الله على سوق ابو المطامير يا جماعه. النهارده هنشوفوا بعض التجار. صباح الخير يا معلمي. صباح. نتعرفوا باسمك؟ شحات صلاح جعران. المعلم شحات صلاح جعران. منين عم شحات؟ بنزود صقر ابو المطامير محافظه البحيره. التجار المحترمين. اللهم صل على النبي. وراه ذكر ولا انتهى؟ انتهى. عمر قد ايه؟ عمر اسبوع. انتهى دي ولا اللي هناك؟ دي عمر اسبوع. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الله اكبر على المال يا جماعه. نور الفول اهوت. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عم الحاج. نهارنا ابيض ان شاء الله. الناس عم الصور الناس الطيبه اللي وشوشها بتضحك دي. الله يبارك ليه. بسم الله ما شاء الله. كسر حي يا معلمي. الله اكبر. كسر. طب قد ايه لبن؟ خمسات وستات لبن. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على الضر والحلبات يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر على الماء. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلمي. عامله كام الله وكيل؟ الله وكيل عامله 26.5. 26.5. انا سامع من بعض التجار بيقولوا في انخفاض في الاسعار فعلا برضو ولا؟ حصل. الرد غالي. الرد غالي. الله يبارك لك. 270 جنيه. بسم الله ما شاء الله. الرد غالي. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. ربنا يرخيها من عنده رجالي.
قول اللهم امين. العالم تتجه لله يا حاج من الكذب واللي فات اللي فيها حاج. العالم بتكذب ولا لا يا معلمي؟ حصل لك العالم الكذب ده تتجه لله يا جماعه عشان ربنا يفكها علينا ويرخم عندك. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. اخرها كام يا معلمي بالله عليك؟ الله وكيل ثمنها 26000 ونص. 26000 ونص بتنعمل كام؟ والله 27. الله يبارك لك يا معلمي. طب ممكن رقم تليفونك؟ 0167 25 2518. اي حد يتواصل معاك بيابع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. طب محترم يا حاج الله يبارك لك. يعني عندك مال من دي لو حد عايز حاجة؟ عندي. شغال في الوالد على طول؟ في الوالد على طول. الله يبارك لك يا ابا واجعل صباعك ابيض. متشكرين يا معلمي. الله يبارك لك. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. البقر الوالد في سوق ابو المطامير. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلم. تتعرفوا باسمك؟ محمد ابراهيم. المعلم محمد ابراهيم منين يا معلم؟ من ابو حمص بلكتر الشرقيه. ابو حمص بلكتر الشرقيه. السوق عامل ايه النهارده؟ الاسعار انا سامعين من بعد في الدرب بيقولوا في هبوط الاسعار. في تريحه شويه. اللهم صل على النبي. ذكر ولا انتهى دي؟ اللهم صل على النبي على الذكر يا جماعه. الماء الله اكبر. لبن عشرات. ولبن عشرات. اللهم صل على النبي. عمره قد ايه الذكر دي كسره ست سنات؟ عمره شهر. اللهم صل على النبي. واللبن عشرات وكسره ست سنات. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. ابو حمص وتجار ابو حمص الله يبارك له. الله وكيل عاملك كام؟ 27200. يعني قبل كده من سجون كانت بتعمل كام؟ 31. اللهم صل على النبي. 27200 يعني بتسيب 3000 الا 200. الله يعوض على اصحاب المال يا جماعه. والانخفاض في الاسعار ربنا يرخيه. والعالم تتجه الله وتبقى صدقه اهم حاجه. في عالم بتكسب يا جماعه. يا خالي الحاج اللي بتحلق ده اسمه ايه؟ الله يبارك لك. قاعد الجلابية يا محمد. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه والخلف اهو. الله اكبر. اخيرا كم يا حاج محمد بمرض الله؟ الله اكبر. 26.5. 26.5 الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. وبتسيب من 8. 700 الله يبارك لك. لبناتك قد ايه يا حمود؟ عشرات. عشرات لبن يا حاج واتفرج عليه. طب ممكن رقم تليفونك يا حاج محمد عشان لو حد عايز حاجه يتواصل معاك؟ موجود عندك شغال في الولد على طول؟ 24 ساعة. الله يبارك لك. يعني لو حد عايز واحدة اثنين ثلاثة في اي وقت. الله يبارك لك. رقم تليفونك؟ 012 750 81 707. قاعد فين بالظبط يا ابو حمص؟ بلكتر الشرقيه. ابو حمص يا جماعه اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. واجعل صباحكم ابدا ومتشكرين يا رجال. نهاركم زي العسل. اللهم صل على النبي يا جماعه. المال النهارده البقر العشر والوالد واللبن في سوق ابو المطامير النهارده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اي تجار يا جماعه عندها عروض بمرد الله قناة المواشي معاكم اليوم ورقمنا قدام منكم على الشاشة. اي تجار عندها عروض بمهرد الله تتواصل معانا وهنيجي نصور وعروضهم والاسعار بمهرد الله. والنهاردة في سوق ابو المطامير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى اللقاء يا خير الاصدقاء.